السلام ابراهيم، هنبدا نتكلم دلوقتي ان شاء الله على الاكسرسايز نمبر 3، وده بيتكلم على حاجه اسمها الدومين، او بمعنى اخر يعني اللي هو بنسميه الدومين كنترول. الدومين كنترولر، عشان قبل ما اتكلم عليه انا محتاج اوجهك شويه في حاجه مهمه جدا اسمها الاكتيف دايركتوري. خلاص، مش مهم ان انا اعمل خطوات وخلاص، لكن برضو محتاج ان انا افهمك المقصود يعني والغرض ايه. الاكتيف دايركتوري ده من الحاجات المهمه واساسيه جدا في الويندوز سيرفر، وساعات بنسميه اللي هو هنبص كده مثلا نجيب نوبات كده نكتب بس التعليقات بتاعتنا. الاكتيف دايركتوري دوت زي ما قلنا من شويه هو عباره عن يعني الاكتيف ساعات برضه بيسموه اكتيف دايركتوري دومين سيرفيس، ساعات بيسموه كده يعني اكتيف دايركتوري دومين سيرفيس يعني لو، وبيختصروه برضه هنقول اختصار اكتيف دايركتوري دومين سيرفيس، وبيختصروا في حالات كتير اي دي دي اس. خلاص، ايه مهمته دوت الاكتيف دايركتوري دوت او اللي هو الاي دي دي اس؟ هو اساس التشبيك والشبكات في القايمه عليه مايكروسوفت، ان احنا ممكن نشتغل بحاجه اسمها ورك جروب مع بعضينا كده ومش عارفين، وبنشير شويه ملفات وكلام من ده. ممكن يبقى لنا دومين، والدومين ده عباره عن نطاق او مجموعه من الاجهزه اللي بتتعامل مع بعضيها في نطاق معين، يعني نقدر نقول كده عباره عن مكان بيتحدد فيه كل الريسورسز بتاع النيتورك والسيرفيسز المتقدمه واليوزرز اللي موجوده والكلام ده كله. ده يبقى الدايركتوري ده مكان ملف كده او داتابيز او حاجه زي كده، وبخزن فيها كل الكريدنشلز والسكيورتي والحاجات بتاعتنا والكلام دوت، وبحط عليه الشغل بتاعي كله. خلاص، طيب، عشان بغرض ان انا اقدر اعمل من خلاله حاجه اسمها سنترال ادمنستريشن، والسنترال ادمنستريشن اللي هو يعني يبقى فيه تحكم مركزي في اجزاء الشبكه، وبنعمل الدومين اللي هو يعتبر بالنسبه لنا اللي هي البنيه الاساسيه للنتورك بتاعتنا. خلاص، عشان اقدر اتحكم في الاثنتيكيشن والاثرايزيشن بتاعه الشبكه، والتحكم مين يبقى ليه حق ومين ملوش حق والكلام ده كله. يعني نقدر نقول ان الاي دي دي اس ديت او الاكتيف دايركتوري بتاعنا دوت عباره عن رول كده، خدمه موجوده زي اي خدمه بيقدمها الويندوز سيرفر 2008 او غيره، او ما بنسيت اب الخاصيه ديت او الميزه ديت بنقول على الجهاز بتاعنا بقى عباره عن حاجه اسمها دومين كنترولر. خلاص، يعني هي دومين كنترولر يعني بنقدر نتحكم من خلال تحكم مركزي في اجزاء الشبكه بالكامل. خلاص، طيب، لكن احنا لو احنا ما نزلناش الدومين كنترولر دوت هيبقى عاملين ايه دلوقتي؟ قال لك لو ما ثبتناش الرول ده عليه يبقى وعملنا جوين للممبرز على السيرفر وكلام من ده، بنسميه بقى مش سيرفر بقى، مش دومين كنترولر سيرفر، بنسميه ستاند الون سيرفر بقى. خلاص، يبقى الدومين كنترولر يعتبر سيرفر بتخزن فيه مجموعه من البيانات اللي بنسميها احنا اللي بنسميها الاكتيف دايركتوري بتاعنا، وبنحفظه في ملف. الملف دوت معروف ليه اسم مشهور قوي كده اللي هو ntds.nit. الملف ده يبقى فيه البيانات اللي احنا عايزينها او البيانات اللي انا عمال اتكلم عليها دي كلها. خلاص، يبقى يعتبر الاكتيف دايركتوري بتاع دوت متعدد التحكم يعني مالتي ماستر، بيخلينا او بيخلي مدير الشبكه يقدر يعدل ويضيف ويجهز اي بيانات من اي جهاز. خلاص، يعني بنقدر نتحكم في جميع اجزاء الشبكه بكل بساطه يعني. والاكتيف دايركتوري بيبقى شايل دايما البيانات والمعلومات بشكل مستمر ومحدث بشكل وقتي يعني. خلاص، طيب، يعني لو احنا عندنا شبكه مثلا فيها جهاز دي سي كمبيوتر، والكمبيوتر الاولاني والثاني والثالث مثلا دي سي 1 ودي سي 2 والدي سي 3،
وعايزين ننشئ يعني حساب جديد في المستخدم الجديد في الدي سي 1، وعايزينه يظهر في دي سي 2 ودي سي 3 مثلا. في خاصية اسمها ريبليكيشن، بنقدر نعمل بقى العملية دي. يعني مش عايزين نخش في تفاصيل دلوقتي، لكن من أهم فوائد الأكتيف دايركتوري التحكم طبعا المركزي، الدخول على الشبكة من أي مكان في أي حتة. خاصية الريبليكيشن دي مهمة جدا جدا في حال حدوث خطأ أو مشاكل أو عطل في بعض الكمبيوترز اللي موجودة عندي، أقدر أوصل للريسورسز اللي موجودة على الشبكات بشكل سريع من خلال الدومين كنترول بتاعي وإلى آخره. طبعا والطبيعات والملفات المشتركة والكلام ده كله. طيب هو ليه تكوينه كده وبيتكون من مجموعة حاجات، بس دلوقتي مش قضيتنا قوي، لكن احنا فهمنا بس أهميته وعايزينه يشتغل ازاي والكلام ده كله. ودلوقتي بقى ايه، تعالى بقى ازاي نقدر نشغله ونسطبه والكلام ده كله. عشان نقدر نشغله بنروح على الويندوز سيرفر بتاعنا من ستارت، وبفتح بكتب ران، ببحث عن الامر ران، بس انتر، وبدي هنا امر مشهور جدا اسمه دي سي، ودي سي طبعا دي اختصار داتا كنترولر يعني، خلاص. وبكتب برومو، خلاص. بعدين ندوس على اوكي، هيبدا تشيكنج في الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز موجود ولا لا، انستولد ولا لا. ما كانش موجود فبيقول لك انا هعمل بيجن انستولد، ويبدا يسطبه، بيقول بليز ويت، وبيقول ان الويزرد بقى اللي هو هيبدا يسال في الخطوات هيفتح لوحده اوتوماتيك اول لما الاكتيف دايركتوري دومين دوت او الاكتيف دايركتوري بتاع دوت يبدا يحصل له عمليه السيت اب. طبعا الكلام ده هيحصل اول مره معايا عشان ما كانش لسه في سيت اب يعني. ماشي، طلع رساله هنا وقال ان الكمبيوتر ده بتاعك، انت عملت تشينج للنيم بتاعه بس الكمبيوتر بتاعك ما عملش ريستارت، وانا مش قادر انزل اكتيف دايركتوري لما تعمل ريستارت يعني. قلت له ماشي، ريستارت بسرعه على السريع يعني. هو جاب لي رساله ورا ريستارت ناو، قلت له ماشي ريستارت يلا. ويبدا يفتح من اول جديد اهو، على ما يفتح قال لي دوس على خلاص، هو فتح بس كنترول الت ديليت، قلت كنترول الت ديليت ودوست، دخلت على الادمنستريتور كتبت الباسورد بتاعنا، دوست انتر. طيب يعني ايه؟ طبعا الامر بتاعنا اللي هو بتاع الدومين كنترولر ده عشان نبدا نسطبه، فاجي من ستارت وهقول له عايزين امر ران، قلت له دي سي برومو، دوست اوكي. هاي برضه هيتشيك ان الاكتيف دايركت دومين سيرفيس موجود ولا لا، ونستورد ولا لا، وبدا يفتح لي لسه. طيب بدا يفتح لي اهو Active Directory Domain Service Installation Wizard، وقال له Welcome to the Active Directory Domain Service Installation Wizard، خلاص. وبيقول لي بقى يلا شوف بقى الخصائص بتاعتك وشوف انت عايز تعمل ايه وكلام من ده. قلت له ماشي Next. قال له Windows 7.8 مش عارف ايه، Domain Controller have new more مش عارف ايه، ماشي. والاجهزه في بعض الاجهزه القديمه ما بتقدرش تدعم كل السكيورتي اللي هو حاطه، و و و و والكلام ده كله. ماشي كده. قال لي اهم حاجه، قال لي بعد كده قال لي الويندوز سيرفر بتاعك هيشتغل، هيتشوز ديبلويمنت كونفيجريشن. بيقول لي انت يو كان كرييت ا دومين كنترولر فور ان اكزيستنج فورست اور فور نيو فورست. بيقول لي ان هو ان انت ممكن تكريت دومين جديد او ممكن تستخدم دومين لو كان عندك دومين موجود قبل كده. قلت له لا انا طبعا لسه ما عنديش دومينز خالص موجوده، فانا محتاج ان انا ده اول دومين عندي في النتورك بتاعتي. يعني طبعا الكلام ده لما يعني هختار طبعا كريت نيو دومين في الشغل بتاعي، لكن لو كنا اخترنا بقى اكزيستنج فورست بقى وكده كلام من ده، كنا بقى هنضطر ان احنا نزود بقى يعني نزود اختيارات مختلفه
عشان ان احنا بقى عايزين نزود دومينز تانية فيها ارقام تانية والى اخره. المهم يعني احنا لسه بالنسبة لنا كريت انيو ايه انيو دومين يعني، وادوس على نيكست. هنا بيسألنا طبعا على النيم بتاعنا بتاع الروت دومين بتاعنا، والاسم دوت او اللي هو هيستخدمه اسم الدومين بتاعنا دوت هنستخدمه برضو في الدي ان اس سيرفر بتاعنا عشان اللي احنا بننزله يعني دلوقتي عشان نقدر نتدرب عليه يعني. على العموم هتكتب اي اسم زي ما انت عايز. بالنسبه للاكزامبل بتاعنا احنا هنكتب مثلا فاينل فيجن دوت كوم مثلا، خلاص ده المثال بتاعنا، وهدوس على نيكست فبيتأكد ان الاسم ده موجود ولا لا، وبيأكد من حاجة اسمها النت بايس. ماشي، النت بايس ده بقى لو كنا فيها هناخد فيه وقت كتير، مش احنا في غنى عن الوقت الكتير دوت، لكن يعني هم بس بيستخدم في يعني هو يعتبر نوع غريب كده من انواع البروتوكولات يعني، وبيشتغل مع التي سي بي اي بي عشان يمكننا من الاتصال مع الشبكات الاخرى، ونعمل بقى شيرنج للفايلز والكلام ده كله يعني. بس هو طبعا بيخترق، والمشهور قوي ان هو بيخترق يعني. ما علينا دلوقتي بقى من الاختراق، مش مشكلتنا دلوقتي، والبورتات بتاعته 139 والكلام ده كله مش قضيتنا. كان قضيتنا نقطة انه بيقول لي خلاص انا يعني هحدد الفانكشنال ليفل اللي هو المستوى بتاع الوظيفة بتاعتك اللي هتشتغل عليها. ماشي، على العموم عشان احدد احنا مش هنشتغل فيها على ويندوز يعني 2003، ممكن نختار ويندوز 2008 مثلا. ماشي، بيقول لازم طبعا تبقى انت بتحط الدومين كنترولر اللي بيشتغل على ويندوز 2008 ومش عارف ايه. ماشي، نيكست نيكست. بيشوف بقى الدي ان اس بتاعي، اديشنال دومين كنترولر اوبشنز، بيقول لي انت عايز تختار اي اختيارات تانية، مفيش اصلا اي اختيارات غير الدي ان اس سيرفر. ممكن تقعد تشوف احنا بقى على ايه، اد مور دومين كنترول اوبشنز، بقى ويكلمك على الاوبشنز والكلام ده كله، مش قضيتنا دلوقتي. نيكست، طلع رساله قال لي نوت ايه ان الدي ان اس سيرفر كان نوت كرييتد بيكوز مش عارف اثورايزيشن مش عارف بيرنت زون كان نوت بي فاوند. ماشي ماشي ماشي. فبيقول نوت، بيقول له كمل عادي مش مشكلة خالص. فقال لي طيب ماشي، هنا الملفات بتاعتي بقى اللي هخزن فيها البيانات والكلام ده كله، عشان لو انت عايز ترجع بياناتك او تستور اي داتابيز او اي لوك فايل او مش عارف ايه، سيب المسار بتاعنا كله هو هو، عشان لو احنا حبينا نرجع ما نتوهش من مكان يبقى كلنا مكان واحد. نيكست، قال لي اديني الباسورد، احط نفس الباسورد بتاعنا بي كابيتال اي دولار ساين دولار ساين، وبعد كده دبليو زيرو ار دي كذلك. نيكست، ده السامري وطلع لي كل الملخصات اللي هو هيسطبها والكلام ده كله. قلت له نيكست، هيبدا دلوقتي. قال لي سيبني بقى اخلي اسطب الدي ان اس او الدي ان اس سيرفر بتاعنا وقت لما يفنش وكده. ممكن اختار هنا اقول له ريبورت اون كومبليشن، يعني اول ما تخلص وتسطب كل حاجه راستر عشان السيرفر يحس بالشغل، او اسيبها دلوقتي لغايه ما يخلص ريستارتنج يعني. والمفترض طبعا ان هو بعد يعني ما يسطب الحاجات بتاعتنا دي كلها، لو جينا وقت كده من ستارت على ما هو يسطب يعني وينزل الحاجه بتاعته والبروجرامز بتاعتنا، بس اختار منها ادمنستريتيف تولز، الادوات اللي خاصه بالمدير. في مجموعه هنا من الادوات الخاصه بالاداره زي ما احنا شايفينها كده. هو دلوقتي عمال يداونلودز مجموعه من التولز الاخرى والبروجرامز التانيه اللي من خلالها بقدر امانج الايه الشغل بتاعي.
فلما نرجع المره الجايه ان شاء الله هنلاقي طبعا المفروض ادمنستريتف تولز بدا ينزل فيها مجموعه من الكنترولز الجديده زي الاكتف دايركتوري دومينز اند تراستس مثلا، او الاكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، ممكن نلاقي حاجات زي كده طبعا بدات تنزل اهي، بس على ما يخلص هنلاقي بقى كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ديت حصل لها داونلودنج. هو خلاص كده خلص وفنش وكل حاجه تمام، فينش قال لازم تريستارت دلوقتي، قلت له ماشي ومش مشكله، اعمل ريستارت للاوبريتنج سيستم عشان يفتح المره دي، بس هيفتح بالدومين كنترولر بقى، في دومين، في دومين احنا بنتعامل فيه مع بعضينا هيبقى موجود طبعا، الناس بقى جروب بوليسيز والحاجات دي كلها دلوقتي هنتكلم عليها فيما بعد، بس انا صبرا على الناس او واحده واحده. يعني المفروض لما يجي بيلوجن المره دي هيلوجن بشكل مختلف، انه بيلوجن من خلال الدومين اللي احنا حددناه، او هو ده الدومين اللي احنا حددناه ده، والاسم اللي احنا حددناه ده هيبقى مشترك المفروض ما بين الاجهزه بتاعتنا كلها اللي بتلوجن على على الجهاز دوت، يعني اللي هو يعتبر بالنسبه لنا دلوقتي بقى السيرفر بتاع الجهاز بتاع الشبكة، آسف. بدأ يفتح ابلاين كمبيوتر سيتنجز، السيتنجز الجديدة خلاص خلص، قال لي كورس كنترول الت ديليت عشان تقدر تخش على السيستم. طبعا قال لي ادي فاينل فيجن سلاش ادمنستريتور، يبقى الادمنستريتور المرة دي بيخش على الفاينل فيجن، خدنا بالنا من الدخول المره دي بقى مختلف، قلت له ماشي ولوجن، بدا يجهز البيئه بتاعتي عشان يبدا يفتح لي المنظر الجديد بقى بالوضع الجديد اللي احنا نزلنا فيه الشغل بتاعنا بتاع الدومين كنترولر، اللي انا من خلاله بقى هينزل لي مجموعه من الادوات في الادمنستريتيف تولز اللي انا هقدر امانج من خلالها النتورك بتاعتي. طبعا نلاحظ ان الامكانيات زادت شويه، وقلنا اسماء بقى اللي هي الاكتف دومين، دومين اند تراست، خدنا الاكتف، الاكتف دايركتوري اسف سايتس اند سيرفيسز، الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، والكلام ده كله لكن هنبدا نشرح فيهم بقى ونخش فيهم بعدين، لكن دلوقتي احنا كده خلصنا الاكسرسايز نمبر 3.